عرفتي حق ربي اللي خلقني الا هذا الموضوع غنهضر فيه، كنحس بقلبي يعني معش، كنتمنى انني ما نبكيش، كنتمنى نحاول ما امكن نشد راسي انني ما نبكيش، لان هذا الموضوع هو من اخطر المواضيع ومن اكبر الصدمات اللي تلقيتها في الاسلام، وتقريبا من اول الصدمات اللي تلقيتها في الاسلام، وهو موضوع كيألمني الى درجه لا توصف. غادي ندخل في الموضوع، وكنتمنى ما نبكيش لانه هذا الموضوع كيألمني بزاف. مجزره بنو قريظه، اول صدمه واكبر صدمه تلقيتها في الاسلام. ما كنتش كنتوقع ان الرسول اللي كنت انا كنحب، الرسول اللي كنت انا كنعتقد انه صاحب خلق عظيم، كنت عنده الجرأة والقلب انه يذبح 600 راجل في نهار واحد ويقطع عليهم رقابهم. ما كنتش كنتصور شي مخلوق في الارض عنده القلب انه يدير هذه العمليه، يكون رسول يكون اله، شي الاله براسه ما كنتصورش انه غيقدر يدير هذه العمليه، ما كنتصورش. فدارها. طيب قال لك سيدي بنو قريظه خالفوا الوعد، الله خالفوا الوعد وخانوه، ومسكين كيخونوا الناس اليهود الحقيرين الاشرار الخايبين الشريرين، خانوه يلاه كانوا غيخونوه، مازال حتى ما خانوه يلاه بداو غادي يخونوه، اتفقوا مع مع القبيله الاخرى. قال لك ناض هو جا عندهم مشى، المهم راه القصه سير قلبوا عليها راه مشهوره، انا نختصرها لكم. جا قال ليه جبريل حطيتي السلاح؟ لا لا ما تحطش السلاح، سير. قال لك الله سير عند بنو قريظه ذبحهم. واخا سيدي هز السلاح ومشى عند بنو قريظه، قال لهم ما تصليوش العصر، قالها لصحابو، قال لهم جا عندي جبريل وقال لي لا تصلون العصر الا في بنو قريظه، سيروا عندهم، خاصنا نمشيو عندهم. مشاو عندهم حاصروهم، حاصرهم من بعد يعني شحال من يوم، ما عرفتش شحال من ليله بالضبط، نسيت، وقال 25 يوم حاصروهم. الناس استسلموا، منين استسلموا قال لهم غنحكم فيكم سعد بن معاذ، سعد بن معاذ الرسول قال لهم غنحكم فيكم سعد بن معاذ. سوري سعد بن معاذ اصلا عنده خلاف معاهم، فمسكين السيد مغزف عليهم مزيان هذاك سعد بن معاذ، قال لهم كنحكم فيهم تقتل مقاتلتهم وتسبى نساؤهم واولادهم وذراريهم، والرجال ديالهم تقتلوا كلهم، وطبيعه الحال يسبيو ويستعبدوا النساء والدراري والاولاد، يجعلهم عبيد والنساء ياخذهم للنكاح. هذوك بنو قريظه مساكن قالوا ليه، بداو كيرغبوه، قالوا ليه عافاك خلي يعني خذ كل شيء، خذ فلوسنا، خذ ارضنا، خذ ديورنا، اعطينا غير عيالاتنا وولادنا، خلينا نمشيو بحالنا، جلينا خلينا نهاجروا هاد الارض كما دار بنو نضير، النضير وديك الشيء قال جرى عليهم. فهو رفض، رفض قبول طلبهم بان يعني يتركهم يرحلون من المدينه، رفض طلبهم وأبى إلا أن يقتلهم يذبحهم ويقطع رقابهم، أكينش الذبيحة لا يتنازل عنها. منين هما خانوك؟ ماشي خانوه، طما الكبرى راه ماشي خانوه، راه يلاه قال لك بغاو يخونوه، يلاه اتفقوا باش يلاه اتفقوا مع قبيلة أخرى باش يخونوه. هاد الهضرة قالها هو، ما عرفنا حتى واش اتفقوا اصلا ولا ما اتفقوش، ترى جي نقول لك انت اتفقتي مع فلان، حيدها ليا من فمي، عندي شي دليل؟ لا،
قال لي مخي انا اتهمتك هذا الاتهام، فهو مجرد اتهام، ما عندوش يعني حتى شي دليل. اتهمهم بانهم كانوا غادي يتفقوا مع شي وحدين باش كانوا غادي يخونوه مع القبيله الاخرى، فقط هذه هي التهمه ديالهم. ملي هما طلبوه قالوا لي خلينا نمشي وخد فلوسنا عطينا غير عيالاتنا، لا هما العيالات عندهم الغرض بيهم. قال لي عطينا غير عيالاتنا خليهم نمشي بحالنا، لا نقتلكم وناخذ عيالاتكم. بغى يقتلهم، اراد ان يقتلهم. فحكم داك الحكم ديالو، قال لي حكمت بما حكم الله، من سبع سماوات ومن فوق سماوات حكمت بما حكم الله. الله اكبر. طيب شدوهم حفروا ليهم الخنادق والمحافر وداكشي ديال المجازر، وبداو كيذبحوا كيقطعوا الرقاب 10 بالـ10 10 بـ10. هادشي راه في جميع الكتب التاريخيه، راه ما جبتوش من عندي، ما تقولوا لي جيبي الدليل، راه سيروا شوفوا تحركوا شويه وسيروا قلبوا في الفضايح قبل ما تبداو تحلوا عليا فمكم. سيروا شوفوا الفضايح، ترى راه كنت مبهله وكنت مستحمره بحالكم. لكن دابا ملي عرفت الحقيقه انا ضد هذا الشيء، وكنعللها وكنعلن بكل صوت عالي بان هذه جرائم ولن اقبلها من نبي وليس نبي. بانه دار هذه الفضائح فانا اطعن في نبوته وليس نبي. يستحيل ان يكون نبي من الله ان ينزل لهذا المستوى، يستحيل. هذا وحش، وحش ما يقدرش يدير هذا الشيء، وحش. هتقولوا لي نبي؟ المهم بقى كيذبح بالـ10 بالـ10، تكمل شي ما بين 600 و 800، في روايات 600، في روايات اخرى 800، في روايات اخرى وصلت حتى 900. العدد نتاع الرجال المقاتلين اللي قال لك خاصهم يتقتلوا، قتلهم كاملين وحفروا لهم وقتلوهم كاملين، ذبحوهم كاملين. بطبيعه الحال كنتصور داك المنظر ديال القتيله، الدمايات كتشرشر. الدمايات كتشرشر وهما ذبح يا ما ذبح. فاي قلب ويقتلوك ويساليو معاك ويقولوا لك نبي الرحمه، فينا يا الرحمه في هذه؟ فينا؟ لو كانت عنده ضره نتاع الرحمه، ضره وحده نتاع الرحمه، لو كان راه خلاهم يمشيو بحالهم، لو كان ما قدرش يقتلهم بهذه الطريقه الوحشيه.